بسم الله مصرى ومجراها وعلى غرار ما حدث امس سيدنا الله ينصرو عطى الانطلاقه ديال الحمله الوطنيه للتلقيح باخذ الجرعه الاولى ديال ديال التلقيح ضد دي وباء كورونا وتنزيلا الاستراتيجيه الوطنيه ديال التلقيح اللي كانت تعد لها منذ عدة أسابيع اتخذت جميع الإجراءات اللازمة والتنظيمية واللوجستيكية على أساس إنجاح هذه العملية ديال التلقيح على مستوى عملة عين سبع الحيل المحمدي تم إعداد 30 نقطة ديال التلقيح منها 27 نقطة ديال التلقيح قارة وثلاث نقط متنقلة اللي غادي تكلف بالتلقيح في المرحلة الأولى ديال الفئات اللي تم استهدافها واللي هي أولا الأطور الصحية اللي كانت في الصفوف الأمامية واللي كيبلغ كي كيفوق العمر ديالها 40 سنة كذلك الناس ديال السلطة المحلية الأمن القوات المساعدة اللي كتفوق العمر ديالها 45 سنة الأطور ديال التعليم اللي كتفوق كذلك العمر ديالها 45 سنة والفئات ديال المواطنات والمواطنين اللي كيتواجدوا في وضعية هشة من ناحية الصحية واللي كيفوق السن ديالهم 75 سنة إذن هذه المرحلة الأولى كتشمل هذه الفئات من المواطنين والمواطنات وهذا الصباح تلقوا جميع النقاط ديال التلقيح الكميه ديالهم اللازمه من التلقيحات على اساس البدايه ديال العمليه ومن خلال المعلومات المستقاه هذا الصباح من مختلف النقاط التلقيحيه فكاين الإقبال بطريقه تدريجيه بهذه النقاط ديال التلقيح كذلك تاع المستوى النقطة المخصصة لتلقيح الأطر الصحية والمتواجدة بمستشفى محمد الخامس واللي كان عبدو ربي أول من تلقى الجرعة الأولى ديال التلقيح ضد هذا المرض فالعملية تسير على أحسن ما يرام والمطلوب أن المواطنين يتوجهوا لهذه النقطة ديال على أساس من الفئات المستهدفة على اساس ان تلقاو التلقيحات ديالهم بالنسبه للمواطنين اللي كي مازال ما عارفينش ولا ما عارفينش كيفاش انهم يعرفوا واش فين خصهم يمشيو يتلقحوا ولا آه الوزاره والدوله اعدات آه عده وسائل للتوصل بهذه المعلومات اولا كل المنصه آه الرقميه على الانترنت اللي لقاح كورونا. اي ما فيها واحد من المعلومات عن اللقاح، والنتائج ديال التجارب السريريه اللي توضع على اللقاح وكذلك يمكن للمواطن والمواطنه انه ياخذ الموعد ديال دي من خلال هذه المنصه وكذلك كاين وسيله اخرى وهو بعث رساله نصيه من خلال الرقم البطاقه ديال المواطن يبعثها ل 17 17 وكيتلقى في الحين بالمكان ديال التلقيح ديالو بالاضافه للتاريخ ديال التلقيح ديالو كناكدوا على واحد المساله اللي مهمه جدا هو التلقيح ما غيمنعناش في هذه المرحله الاولى ديال التلقيح ما يمنعناش اننا نبعدوا على الوسائل الاحترازيه الوسائل الاحترازيه لابد خصنا نبقاو ملتزمين بها خلال هذه المرحله ديال التلقيح الموانع ديال اللقاح فهي قليله جدا اولا المراه الحامل منع انها تلقح المراه المرضعه منع لها تلقح وكذلك الاشخاص اللي تبينات عندهم حساسيه مفرطه تجاه اللقاح من اللي كيدير اللقاح كتبان عنده شي اليرجي كبيره هادو هما اللي ممنوعين بالتلقيح حاليا اما الاشخاص اللي كتظهر على كيكونوا مرض وفي واحد الحاله حاده ديال المرض كنتسناو حتى كتفوت هذيك المرحله الحاده ديال المرض وكيتم التلقيح ديالهم وكذلك حتى واحد الفتره من بعد التلقيح حتى تكون لدينا المناعة الجماعية المناعة الجماعية يعني واحد سبعين في المئة ديال المواطنين والمواطنات تكون تكونات لديهم المناعة بهذه الطريقة الوحيدة وبالوسائل الاحترازية اللي كان نديرها الآن غادي نقضيو إن شاء الله على هذا المرض كذلك بأن التلقيح ما يقتصر على جرعة واحدة كاين التلقيح كاين جوج الانواع التلقيح اللي اختارهم المغرب اللقاح ديال استرازينيكا واللقاح الثاني ديال سينوفارم هذا اللقاح ديال سينوفارم خاص الجرعه الاولى اللي اتخذت اليوم من بعد 21 يوم يعني ثلاثه الاسابيع خصها تلقى الجرعه الثانيه بالنسبه لللقاح ديال استرازينيكا يعني خص الفرح بين الفرق بين الجرعه الاولى والثانيه خصو يكون 28 يوم اذا بالنسبه للقاح الاول 21 يوم واللقاح الثاني 28 يوم خصو لا بدا المواطن باش يتسمى تلقى التمنيع ديالو وتكون عنده المناعه التامه ضد هذا المرض يتلقى جوج ديال التلقيحات ديالو ان شاء الله وبهذه الطريقه غادي نقضيو على هذا المرض قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم وما تنسوش ديروا من موقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي